في حب بينك وبينه هو وفي ألفة. طارق اسماعيل، يعني استاذ طارق اسماعيل دي معزه خاصه، لان احنا على طول مفيش يوم والتاني لو في اتصال بيننا وبين بعض يعني على طول يعني. على طول. هنسمع هيقول لك ايه. مساء الخير. لما اجي اتكلم على واحد زي الكابتن محمد رشوان ما اقدرش اقول ان هو حد محترم جدا. انا كنت سعيد ان انا في بدايه حياتي اتعرف عليه، بس هو الكابتن رشوان غير وغير اي حد. يعني انا في مشوار الصحفي عرفت ناس كتير جدا، اصدقاء، مصادر، معارف، انما الكابتن رشوان في خانة تانية خالص. كابتن رشوان هو الاخ والصديق وكل حاجة. مفيش يوم لازم نكلم بعض على اتصال وثيق. انا شايف ان في رحلة الكابتن رشوان اللي على مدار سنين طويلة قوي حقق حاجات كتير، لكن اهم حاجة احنا كبلد ما استفدناش منه الاستفادة الكاملة. كابتن رشوان انا امنيت حياتي ان الاقي مدرسة للجودو وللرياضة هي مدرسة محمد رشوان، مدرسة في الأخلاق، في القيم، في المبادئ، مدرسة ترفع مستوى الرياضة، تحقق البطولات والإنجازات. كابتن رشوان حاجة كبيرة قوي عندي، هو يعرف مكانته الكبيرة عندي، وأنا عارف برضو قد إيه هو في معزة. أنا كل التوفيق، كل التقدير للكابتن محمد رشوان، اللي أنا بتمنى له إنه يواصل مسيرته من خلال حاجة لصالح الرياضة والجودو يقف ويدعم بيها الشباب والأجيال اللي جاية. هتقول ايه؟